أهلا وسهلا بكم متابعي قناة شوف تي في في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة ديب مولي الشايف وبالقرب من أحد المراكز ديال النساء في وضعية صعبة. وكيف تشوفوا معنا في الصورة هاد السيدة هادي اللي جاو عليها هاد المركز هذا في هاد الليل، هذا مركز خاص بالنساء في وضعية صعبة. إذا باش نبقاو بتفاصيل أكثر غنبقاو في التصريح ديالها. السلام عليكم. شنو المشكل اللي عندك مع هذا المركز هذا تجاو عليك في الزنقة في هذه الليلة؟ كان عندي أنا بغاوني نخمم مع الدرية صحابتي واحد صالون صغير يعني بيت أنا كيضرني التهرب، كنعاني من التهرب كابي يعني كيضروني فيه البرودة كيضروني قداش نخمل ومبقيتش بغا هنايا، هما قالوا لي اصلا انت خاصك تخرجي حيت كتخسري الهضره مع الدريات وتخاصمي معاهم، وتعيرت مع المديره وقلت لها صافي انا غنخرج من برا مبقاش هنايا. ايوا صافي خرجت يعني 4 ايام وانا خارجه على برا، يعني بعض المرات نتغطى على الشتا بعض المرات نتخبى على البرد. واش هذا في هذا المركز ولا في مركز اخر؟ لا في هذا المركز ولا في مركز اخر، يعني هاد 4 ايام هادي تاهي عانيت فيها البرودة. وحاولتي تفتحي الحوار مع المسؤول؟ دويتي معاه؟ لا دويت مع البوليس، قالوا لي احنا جبناك، احنا دخلناك، انت اللي بغيتي تخرجي، احنا دخلناك وانت اللي بغيتي تخرجي. يعني قلت لهم راني مريضة وكيضرني الظهر وركابي، قال لك كنتي تقوليها ليهم. قلت لهم راني قلتها لهم شي اللي كاين. والمسؤول شنو كيدير في هذه الهضره هذه من قلت لي انا مريضه وما نقدرش نخدم هذه الخدمه؟ قال لي قول لهم يدوك للسبيطار، راه السبيطار حداهم تما كاين، وانا ما قلت لهمش. وشنو كيفاش كانت اصلا المعيشه معاهم في هذا المركز؟ واش كانوا في واحد عايشينكم مزيان او لا في ظروف؟ عايشين مزيان، انا عييت وما قديتش على الشقه، يعني تخمال ما قديتش على التخمال، عايشين مزيان. وشنو تطالب دابا من المسؤولين على المركز؟ تنطلب منهم يسمحوا لي ويرجعوني، ما نبقاش ثاني ما نبقاش نغلط معاهم ثاني. واخا واش حاولت تدوي مع المدير مع المسؤول ديال المركز وتقول له هاد الهضره هادي حاول جا عندك ما جاش؟ لا ما جاش، ما عرفاش انا كنشوفها المديره وشحال مشاش انا اليوم ما جاتش. وشحال دابا ديال الوقت كنتي هنا في الزنقة؟ 4 ايام. وشنو باش تطالبي دابا من المسؤولين؟ نطالب منهم يسمحوا لي. شنو تطالبي دابا من المسؤولين بالنسبه لهذا؟ طالبه منهم يسمحوا لي وما نبقاش نغلط معاهم يعني هادشي اللي طالبه منهم. اذا تبع قناه شوف تي في تبعتو معنا هاد المأساة اللي تتعيشهم هاد السيده هادي اللي تفشفوا حاليا الظروف ديالها
وحتى البيض والجو اللي هي عايشه فيه اثر على الصحه ديالها. اذا نتمنوا ان المسؤولين على هذا المركز هذا يدخلوا على الخط بخصوص هذا الموضوع هذا. اذا هنا استودعكم الله والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.